على خط المرمى، وادي ركله الجزاء، ركله الجزاء، شوبير، شوبير مصطفى شوبير يتألق يتجمل في هذا اللقاء وفي المشهد الأخير. لسه حد تاني عايز يقول بيلعب علشان ابن الكابتن أحمد شوبير. أعتقد الصورة والمشهد يغني عن أي كلام. وادي العرضية والنادي الأهلي بيدور على الهدف السادس. آدي اللقطة، وادي الثقة، وادي سجدة الشكر للاعب. آدي رضا اللاعب اللي تحصل على ركلة الجزاء اختراقة، وادي ركلة الجزاء الصحيحة من اللاعب محمد حسام ميدو. وادي المشهد واللقطة الجميلة، وشوبير بص التحرك، بص التوقع، بص على الجمال والروعة. وادي من زاوية تانية وتالتة، ادي اللاعب سيد بسطويسي، وادي التوقع والتحرك من شوبير، وادي من كل الزوايا، من كل الزوايا. عايز اقول لحضراتكم ادي النهاردة قناة النادي الاهلي بكل الكاميرات من كل الزوايا، يعني مفيش مشهد انت كم